الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في بيت الأطفال، يعطيك الصحة والعافية الخاصة بك. أولا في البداية أود أن أشكر كل أعضاء القوات المسلحة وكل أبناء القوات المسلحة على ما يبذلون في جميع ربوع مصر. نشكرهم على إيدائهم لنا هذه الساعة العظيمة. إن شاء الله نحن بانتظار المزيد منهم لجميع السؤال. نشكر السادة النواب، السادة العمداء، السادة أعضاء التجليس، السادة الضيوف جميعا شاركتم لنا في هذه المناسبة العظيمة. إن شاء الله بإذن الله زي ما توقعنا أن مجلس التربية الرياضية دائما بقولها هي اللؤلؤة أو هي التي تضيء دائما الجامعة، وهذا ما توقعنا وهذا ما حدث. بالنسبة لطلاب الكلية أنا عارف أن لكم بعض المشاكل في المواصلات والكلام وخلافه، ولقد وصلنا هذا الكلام إن شاء الله بالتنسيق مع عميد الكلية سيتم حل هذه المشاكل جميعا بإذن الله. إن شاء الله في القريب العاجل سيكون معكم في هذا الكامبس إن شاء الله كلية التربية، والتربية والتربية الرياضية، كلية الزراعة معاكم، كلية التجارة معاكم. العام القادم بإذن الله هتلاقي ثلاث كليات أخرى، الجامعة كلها بإذن الله في العام القادم ستكون هنا في المقر الجديد. إن شاء الله في صروح كبيرة جدا بتطلع أمامكم، في مدن جامعية هتشوفوها كده. أنا إن شاء الله بكم وبالسادة النواب والسادة العمداء والمسؤولين في مصر جميعا سيتم عمل جميع على احدث مستوى. المستشار الهندسي تمام معانا في الجلسه موجود. ان شاء الله في استاد رياضي وقريه اولمبيه بيتم رسمها حاليا في المكتب الهندسي جامعه اسيوط، وهتكون استاد رياضي على احدث مستوى وباكبر سعه ممكنه. ان شاء الله في صاله رياضيه لقد تم وعدنا بها من قبل القوات المسلحه وتم مخاطرتهم بها، ان شاء الله سيتم تنفيذها قريبا. ان شاء كل يوم جديد في انشاء جديد في مرحله جديده في هذا المقر من المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله على بال ما تخلصوا من بيتكم هتكون جامعه السواد من احسن الجامعات الموجوده على مستوى مصر باذن الله لما تخلصوا ان شاء الله. يعني هذا سيبكم يعني هتكون ان شاء الله اول دفعه مجموعة كبيرة جدا منكم بتاعين المعيدين، نتمنى عليكم كلكم ان شاء الله. يعني ان شاء الله وشكم حلو على الكلية وعلى الجامعة وعلى مصر كلها باذن الله، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا.